بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفيديو سنتحدث عن مسألة مهمة جدا تتعلق بمصير من يرتكب الذنوب، وهل يغفر له أم لا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالصلاة. أولا، يجب أن نعلم أن ارتكاب الذنوب مع الاستمرار في الصلاة أمر خطر جدا، لكن لا يعني بالضرورة الهلاك، فرحمة الله واسعة، كما قال الله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا يعني إن الله سبحانه وتعالى قد يغفر لمن ارتكب الذنوب ما دام محافظا على الصلاة ولم يشرك بالله، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. لكن هنا أمر أكثر خطورة، وهو حال الشخص الذي يرتكب الذنوب وهو تارك للصلاة. الصلاة ليست مجرد عبادة، بل هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وتركها يعد من أعظم الكبائر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي. ترك الصلاة لا يعتبر ذنبا عاديا، بل هو كفر يخرج من الملة. وإذ مات الإنسان على ترك الصلاة دون توبة فإنه لا يغفر له، لأن الكفر لا يغفر، كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهنا نتساءل: كيف يكون حال من يرتكب الذنوب وهو تارك للصلاة؟ إن حال هذا الشخص يكون أشد خطورة، لأن ترك الصلاة يخرج من دائرة الإسلام. فإذا ارتكب الذنوب وكان تاركا للصلاة فهو لا يكون تحت مشيئة الله من حيث المغفرة، بل لا يغفر له إلا إذ تاب ورجع إلى الصلاة قبل أن يموت. في الختام، علينا أن ندرك أهمية الصلاة في حياتنا، وأنه مهما ارتكبنا من الذنوب يجب أن نحرص على عدم ترك الصلاة، لأنه الحبل المتين الذي يربطنا بالله. أما ترك الصلاة فإنه لا ينفع معه أي عمل آخر، بل يقود إلى الكفر الذي لا مغفرة له إلا بالتوبة. نسأل الله يرزقنا جميعا الثبات على الصلاة والتوبة الصادقة قبل الموت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.